اتى الله سليمان عليه السلام ملكا عظيما لم يؤته احدا من قبله ولن يعطه لاحد من بعده الى يوم القيامه فقد اتاه الله العلم والحكمه وعلمه منطق الطير والحيوانات وسخر له الجن والرياح كما كان لدى سليمان عليه السلام القدره على حبس الجن الذين لا يطيعون امره وتقييدهم بالسلاسل وتعذيبهم فكانوا يستجيبون لاوامره ويبنون له القصور والتماثيل التي كانت مباحه في شرعهم وكانوا يغوصون له في اعماق البحار ويستخرجون المرجان والياقوت واللؤلؤ كما سخر الله لسليمان عليه السلام الريح فكانت تجري بامره وكان يستخدمها في حروبه الكثيره ومن نعم الله عليه ايضا جيش سليمان عليه السلام الذي كان يتكون من الطير والبشر والجن وكان يعرف لغه كل فرقه من هؤلاء وفي احد الايام اصدر سليمان عليه السلام امره لجيشه بالاستعداد ثم خرج يستعرض الجيش ويفتش عليه فاكتشف غياب الهدهد وتخلفه عن الوقوف مع الجيش فغضب سليمان عليه السلام وقرر تعذيب الهدهد او قتله الا اذا كان لديه عذر قوي منعه من الحضور وبعد وقت جاء الهدهد وقال جئت باخبار اكيده من مدينه سبا باليمن فقد وجدت امراه تحكمهم قد اعطاها الله قوه وملكا ولكن الشيطان اضلهم وجعلهم يعبدون الشمس ويتركون عباده الله بعد استماع سليمان عليه السلام للهدهد كتب كتابا واعطاه للهدهد ليوصله الى بلقيس وقومها حيث امر سليمان عليه السلام في خطابه لبلقيس وقومها بان ياتوه مسلمين فعرضت الملكه على رؤساء قومها الرساله وكانت تشاورهم في الامور كلها فحدثوها عن قوه سليمان وصعوبه صد جيشه وافهموها انها ينبغي ان تذهب اليه وتستمع له بدات الملكه رحلتها نحو مملكه سليمان بعد ان جهزت نفسها وعندما عرف سليمان عليه السلام ان بلقيس في الطريق سال من حوله ان كان بامكان احدهم ان يحضر له عرش بلقيس قبل ان تصل الملكه الى مملكته فقال واحد من الجن انا استطيع احضار العرش قبل ان ينتهي المجلس لكن اخر قال لسليمان انا استطيع احضار العرش في الوقت الذي ترمش فيه العين برمشه واحده فقط وصل العرش الى سليمان فشكر الله الذي يمتحنه بهذه القدره ليرى أيشكر أم يكفر؟ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. واني عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم وعندما جاءت بلقيس واصطحبها سليمان الى العرش ونظرت اليه فراته كعرشها تماما ولكنه ليس بعرشها ثم ادركت بلقيس ان هذا هو عرشها قد سبقها الى المجيء وانبهرت بما شاهدته من ايمان سليمان وصلاته لله مثلما انبهرت بما راته من تقدمه في الفنون والعلوم والصناعات واضاء الله قلب بلقيس بنور الاسلام الذي لا يغرب كما تغرب الشمس وبعد سنوات طويله مات سليمان عليه السلام دون أن يعلم الجن، فظلوا يعملون له ما تعودوا على عمله، فقد كان سليمان متكئًا على عصاه يراقب الجن وهم يعملون، فمات وهو على وضعه متكئًا على العصا، ورآه الجن فظنوا أنه يصلي، واستمروا في عملهم، ومرت أيام طويلة، ثم جاءت دابة الأرض تأكل الخشب، وبدأت تأكل عصا سليمان عليه السلام. فاختلت العصا وسقطت من يد سليمان عليه السلام واختل بعدها توازن الجسد فهوى الى الارض وعرف الجن ان سليمان عليه السلام مات من زمن وتبين انهم لا يعلمون الغيب وعرف الناس هذه الحقيقه التي كانوا يجهلونها